ليس يعني على المدى البعيد، ليست لونج تيرم يعني خزين على يعني على مدى طويل، ولكن يكون شغله ايضا خزن للماء او على مدى فترات قصيره مقارنه بشغل السد اللي ممكن انه يحجز كميات من المياه لفترات طويله. To facilitate communication by building a road over the cross regulator with little extra cost. يعني انتم شفتوا الصوره السابقه بالسلايد السابق، شفتوا انه ممكن انه يستخدم هذا الريجوليتر كجسر، وانتم حتى شفتوا من خلال زياراتكم الميدانيه للمواقع شفتوا انه يعني اكو في الطريق ممكن انه تمشي عليه السيارات وتعبر على من ضفه الى اخرى بسهوله، وممكن انه يستغل كجسر لعبور السيارات وعبور المشاة. النقطة الرابعة والخاصية الرابعة والوظيفة الرابعة to absorb the fluctuation in the canal system. يعني الدورات احنا يعني بسبب سرعة الجريان العالية ممكن انه تولد اضطرابات معينة في مجرى النهر. الناظم شغله انه ممكن انه يخمد هذه الاضطرابات عن طريق تنظيم او تكسير هذه الامواج، ويعني تنظيم مرورها من خلال عدة بوابات، وبالتالي هذه البوابات من تصرف المي ممكن انه فيما منطقة ما بعد البوابات انه اكفد احواض لتهدئة الماء من شأنها انه تقلل زخم الجريان، وبالتالي ترجع الماء الى حالة الجنتل، يعني شوية يكون الجريان هادئ، وممكن انه يرجع للمجرى الرئيسي للنهر منطقة الداون ستريم يكون اقل سرعة واقل حدة. الهيد ريجوليتر النوع الثاني اللي هو النوع الثانوي مقارنة بالنوع الاول، هو structure constructed at the head of an offtake channel، يعني يقام على صدر قناة فرعية متفرعة من القناة الرئيسية اللي انشأ عليها، ممكن انه ينشأ عليها الكروس ريجوليتر. حتى اللي اوت اللي يعني استعرضناه بالسلايد السابق شفنا موقع الهيد ريجوليتر وين يصير، يكون على قناة فرعية متفرعة من القناة الرئيسية، وبالتالي هذا شغله يكون على يعني شغله انه ينظم عملية مرور الماء الى القناة الفرعية وليس القناة الرئيسية. وظائف الهيد ريجوليتر تكاد تكون يعني وظائف مشابهة للنوع السابق، النوع الرئيسي to regulate and control supplies entering the offtake channel distributary from the main parent channel. يقول عملية تنظيم والسيطرة على الكميات المجهزة من الماء للقناة الفرعية أو الموزعة distributary from the main parent channel، من القناة الرئيسية أو القناة الأم. والخاصية الثانية to control sewage entering into the distributary، عملية تنظيم أو السيطرة على يعني دخول المواد الطموية. تعرفون أنه هذا المي هو يعني مي خام، يعني ليس ماء مفلتر، وقد يمر الماء عبر المجاري المائية المختلفة اللي يمر بها ضمن يعني أطوال كبيرة تصل بالكيلومترات، أنه يمر في أراضي طبيعية مجاري طبيعية، يعني هذا قد يكون البيت مالتها طين، مواد طموية، سلت، كلاي. هذا طبعا راح ينجرف بمرور الوقت وبتقادم المسافات مع الماء ويختلط به، وممكن انه عند اي حاجز ممكن انه تكون عندي عملية تجمع للسلت خلف هذه الحواجز. طبعا السلت ريموفر او عملية كري الانهار عند هذه المناطق تكون قائمة على قدم وساق، حتى يعني تحافظ على workability، يعني قابلية التشغيل، ويعني يؤدي المنشأ مالتنا وظيفته على أتم وجه. لازم تكون أدي عمليات يعني كري دورية تمنع تراكم مثل هكذا مواد عند
الحواجز المائية المختلفة to serve for measurement of discharge. يعني ممكن انه يستخدم يعني كوسيلة لقياس التصريف داخل المجاري المائية. طبعا هو يشتغل الريجوليتر كوير ايضا، يعني الوير اللي هي اشهر المنشآت الهيدروليكية اللي تعنى يعني وظيفتها الأساسية، وظيفتها أنه نقدر من خلالها أنه نحسب التصريف المار خلال مجرى مائي معين، وراح نتعرف إن شاء الله عليها من خلال الأمثلة القادمة وخلال الفصول القادمة، ماذا تعني الوير وكيفية قياس التصريف المار خلال القناة اعتمادا على معادلات خاصة لكل نوع. For shutting off the river flood، يعني طبعا يعني شبيهة بالنقطة السابقة بالسكشن السابق فيما يخص الكروس ريجوليتر، يقول عملية تثبيط موجات الفيضان، وتعرفنا كيف يتم تثبيط موجات الفيضان من خلال النوع السابق أيضا. هذا فد layout هنا يعني يوضح لي موقع الكروس ريجوليتر وين يكون. تلاحظون أنه المجرى المائي الرئيسي هذا المين كانال يتفرع من عنده اوفتيك شانل، يعني شلون الكروس سكشن، حتى الكروس سكشن مالته يكون اصغر، اللي هي ديستريبيوتري ممكن نسميها، نسميها اوفتيك، ممكن نسميها برانش كانال. موقع الكروس ريجوليتر وين دا يصير؟ يكون على المين كانال او يعني المجرى المائي الام البارنت، وطبعا بالنسبة للهيد ريجوليتر يكون موقعه على الاوف تيك شانل على القناة الفرعية المتفرعة من القناة الرئيسية. اللاي اوت ايضا وهذا الشكل، شكل 4-3 يوضح لي كل تفصيلة من التفاصيل الانشائية طبعا اللي يتألف من عندها جسم الناظم، اللي هي الابوتمنت، بيرز، الجيت، البوابات، الدعامات، وراح نتعرف على كيفية تصميمها وأبعادها الهيدروليكية من خلال معادلاتنا وجداولنا الخاصة بتصميم مثل هكذا نوع من أنواع المنشآت الهيدروليكية. نتعرف الآن على الديزاين كرايتيريا، يعني كيف نصمم ناظم، سواء كان ناظم قاطع او ناظم صدر القناة. الفقرة 4-3 تتحدث لنا بالتفصيل عن كيفية او يعني بروسيجر للحل، يعني كيف نصمم ناظم تصميما هيدروليكيا وليس تصميما انشائيا. يبغي ان نفرق بين كلا التعبيرين، كيف أصمم منشأ من الناحية الهيدروليكية وكيف أصمم المنشأ نفسه من الناحية الإنشائية. احنا باختصاصنا يعني كمهندسين هيدروليك لا نعنى بتصميم الخرسانة وحساب كميات حديد التسليح وحساب المومنتس، هذه الأمور كلها يختص بها المهندس المدني المهندس الإنشائي على وجه التحديد. احنا شغلنا كمهندسين هيدروليك نحسب ابعاد بما يتوافق مع المعطيات الهيدروليكية المتوفرة،